بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حبيبي متابعين القناة، ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم كبدة مشوية على الجريل. ان شاء الله هعملها بطريقة بسيطة ان شاء الله كده، وتتبيلة خفيفة ان شاء الله وسهلة جدا. وكمان الوصفة دي هتنفع ان شاء الله للناس اللي هم بيعملوا دايت. ان شاء الله الوصفة دي مريحة جدا جدا في الهضم. وان شاء الله يلا يا حبايبي هنقول مع بعض المقادير. معايا هنا حبايبي كيلو كبدة بلدي، طبعا زي ما انتم شايفين انا بجيبها. بصراحة ما بعتقدش انا في الناس اللي بيقولوا الكبدة مش بتتغسل. انا بجيبها اغسلها في مية وخل وليمون، وبعد كده بصفيها كويس جدا في المصفى، وبحطها كده 10 دقايق في حليب بيتنقع. انا يعني موضوع الحليب ده دكتور هو اللي قال لي عليه، بتتنقع وبتنزل السموم اللي فيها في الحليب دوت. فان شاء الله يا حبيبي ده اصح طريقة يعني واضمن طريقة. معايا هنا حبيبي المقادير، المكونات اللي بتاعت التتبيلة سهلة جدا. اول حاجة حبايبي هحطها هنا الثوم، معلقة كبيرة كده ثوم، وهحط 3 معالق كده كبار خل. بسم الله، هو زي ما شايفين كده ان شاء الله التتبيلة دي سريعة جدا، وبإذن الله هيكون طعمها حلو جدا. هعصر بقى الليمون يا حبايبي. خلاص يا حبيبي حطيت كده التوم والخل، هحط بقى معلقة كبيرة ملح او معلقتين، عشان طبعا تكون الملح بتاعها كويس يعني. هنحط حبايبي معلقة كبيرة فلفل اسود اهو، هنحط معلقة كمون، وهنقلب المكونات كلها مع بعضها زي ما انتم شايفين كده. اللي حابب يحط فلفل اسود يحط، واللي مش حابب يحطه ما يحطوش، ما فيش مشكلة يعني، هو الكمون يكفي يعني. بس طبعا الفلفل الاسود جميل جدا في التتبيلات. اقلبها بقى كويس زي ما انتم شايفين كده اهو. بسم الله، هاخد بقى حبايبي كده زي ما انتم شايفين كده. وبكده حبايبي زي ما انتم شايفين كده التتبيلة بقى. حاول اشرب الكبدة كلها بالتتبيلة زي ما انتم شايفين كده اهو، وهقلب كده كويس جدا بحيث ان التتبيلة كلها الكبدة تاخد من التتبيلة كلها، والتتبيلة تكون متشبعة كده الكبدة بيها اهو زي ما انتم شايفين كده. حابة تسيبيها كده ربع ساعة في التتبيلة ما فيش مشكلة، حابة تعمليها على طول برضو ما فيش مشكلة، هي كده شربت من التتبيلة. التتبيلة دي سريعة يعني ما شاء الله، بيبقى طعمها ظاهر في الكبدة وبتبقى حلوة قوي. تمام اهو يا حبايبي. هسيبها كده بقى ربع ساعة ان شاء الله. ممكن تجهزيها تقدميها مع رز بالكاري، ممكن تقدميها مع عيش او مع مكرونه، براحتك زي ما انت حابه يعني. معاها طبعا بنقدم معاها سلطه بلدي وسلطه طحينه. خليكم معايا بقى حبايبي، تابعوا الفيديو. معايا هنا حبايبي الجريل اهو، هحط عليه رشه من الزيت كده. هحاول اوزع الزيت كده في الجريل
زي ما انتوا شايفين كده. انا طبعا سخنت الجريل كويس جدا، وادي الكبده بتاعتي يا حبايبي اهي، بعد ما سبتها نص ساعه في التتبيله زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. شوفوا التتبيله بتاعتها جميله جدا جدا وريحتها حلوه قوي. لازم يا حبايبي تسمعوا الطشه دي كده، بتشوي كبده، بتشوي فراخ، بتشوي لحمه، اي حاجه لازم تسخني الجريل بتاعك كويس جدا، و يكون الجريل سخن زي ما انتوا شايفينه كده اهو، وتسمعي الطشه اللي انت سامعاها دي. ايه كده خلاص يا حبيبي زي ما انتوا شايفين كده. انا بقى هغطي عليها، ولما السوائل بتاعتها تنشف هجيب من التتبيله كده وارش عليها زي ما انتوا شايفين كده اهو. لان طبعا التتبيله دي اللي فاضت منها هي اللي هتسويها. عايزه اقول لكم حبايبي، انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت معلقه سكر في التتبيله. هغطي عليها بقى حبايبي واسيبها ان شاء الله، هوريها لكم وانا بقلبها ان شاء الله، هوريكم التسويه بتاعتها عامله ازاي. خليكم معايا تابعوا الفيديو. عايزه اوريكم حبايبي السوائل بتاعتها ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. انا مزودتهاش ميه ولا اي حاجه، يا دوب التسويه بتاعتها على السوائل اللي نزلت منها واللي انا حطيتها على سقيت بيها كده الكبده، التتبيله بتاعتها اللي فضلت منها زي ما انتم شايفين كده. بتابع التسويه بتاعتها ما شاء الله، ريحتها عايزه اقول لكم ما شاء الله جميله جدا. هسيبها بقى حبايبي كده وهتابع طبعا من وقت للتاني كده، هبص عليها، هي مش بتاخد وقت ان شاء الله شويه، وهرجع لكم تاني خليكم معايا. رجعت لكم حبايبي، انا عايزه اديكم فكره كده. انا بعمل مع الكبده رز بالكاري، وهحط عليه ان شاء الله كبد وقوانص. انا شوحت الكبد والقوانص في بصل وحطيت عليها شوربه وحطيت عليها توابل اللي هو الفلفل الاسمر، ومعلقه صغيره كمون، ومعلقه قرفه صغيره، ومعلقه كاري، ومعلقه كركم، وطبعا الملح. فانا دلوقتي هاخد انا حطيت طبعا شوربه، كان عندي شوربه في الفريزر، وحطيت بعد ما شوحتها بالبصل حطيت التوابل وحطيت الشوربه زي ما انتم شايفين كده. وهاخد بقى حبايبي الكبد والقوانص بتاعتي اهي بعد ما تسوي ما استوت يعني وكده، هنشيلها كده وهشوحها مكان الجريل وهحطها على وش الرز. طبعا انا هطبخ الرز، هحط بقى الرز في الشوربه ديت. زي ما قلت لكم انا بغسل الكبد والقوانص بملح وخل وليمون، وبعد كده بروح حطهم في نص كوبايه حليب او ربع كوبايه حليب، بينزلوا السموم اللي فيها، وبعد كده بدخلها في الاكل، في بعملها في الرز، بعملها كده في لسان عصفور طاجن وكده، فبتبقى جميله ومغذيه جدا زي ما انتم شايفين كده حبايبي. انا بس حبيت ادي فكره للبنات تعمل ايه وتوظف الكبد والقوانص في كذا وصفه. هخلص بقى حبايبي هسقط الرز وهوريه لكم ان شاء الله بعد ما يخلص شكله عامل ازاي. خليكم معايا تابعوا الفيديو.
you.